اكلتي مانجا يا هدير؟ كلنا اكلنا مانجا السنه دي الحقيقه. الدنيا يعني كانت لسه، حتى كنا بنتكلم عن انه الاسعار كمان السنه دي كانت احسن لانه كان في محصول متوفر احسن من السنه اللي فاتت. بتحب العويس ولا بتحب الفص ولا بتحب ايه؟ كله. الاسعار ربما كلنا يعني لاحظنا ان السنه دي محصول المانجا كان مختلف عن كل السنوات اللي فاتت. يعني بجد عشاق المانجا اللي عارفينها هيعرفوا ان في مثلا فرق 40 30 بيوصل ل 50 جنيه فرق من الكيلو للكيلو. ربما ده كمان شفناه من خلال زيادة المعروض في كل الأسواق من كل الأنواع وبأسعار مخفضة جدا. الناس كلها كانت بتسأل يعني إيه اللي حصل؟ ربما في أقاويل بتقول إن المزارعين وخصوصا في محافظة الإسماعيلية ومحافظة البحيرة أيضا قدروا إن هم يتغلبوا على أي تأثير سلبي للتغير المناخي ودرجات الحرارة على المحصول. خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. السنة دي كان في وفرة كبيرة في محصول المانجا بعد نجاح المزارعين في إنهم يتجنبوا أي تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على المحصول. في الإسماعيلية تحديداً استخدم المزارعين تقنيات التهوية المناسبة والصوبات الزراعية والتقليم والتسميد الملائم، علشان كده شفنا السنة دي محصول المانجا متوفر بشكل كبير في السوق بكل أنواعها وبأسعار مخفضة. الوضع العام السنة دي بالنسبة للمانجا وضع مختلف عن كل سنة. يعني السنة دي طالعين من موسم السنة اللي فاتت، موسم كان طبعا متدهور، مناخ ما ظبطش معانا، طبعا الهواء الأجواء المناخية كلها ما ظبطتش. السنة دي بسم الله ما شاء الله معظم مزارع مصر كلها طرحة، تاخد من أول الصعيد اسكندرية الصحراوي والإسماعيلية، طبعا أساس المانجا برضو طرحة كويس جدا جدا جدا. في أي نعم نسبة السكري قليل السنة دي برضو في إسماعيلية وهو أساس المانجا، بس برضو الوضع العام عن سنين قبل كده برضو وضع كويس جدا. وباستخدام تقنيات التهوية المناسبة والصوبات الزراعية والتقليم والتسميد الملائم، بيقول المزارعين إن إنتاج هذا العام عاد لطبيعته تقريباً. المناخ قبل كده كان مناخ مظبوط جداً 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 بالنسبة لإنتاج المحصول المانجا في مصر. أصبح المناخ دلوقتي متغير، ما عادش المناخ أصبح غير مظبوط أو مش مظبوط. يعني إيه؟ ممكن تطلع من شتاء تخش في صيف كده فجأة، ممكن تطلع من صيف تخش في شتاء فجأة، فطبعاً ده بالنسبة لمحصول المانجا يغير المناخ خالص. فاحنا عملنا، قدرنا ان احنا نعمل عمليه تهويه جيده، قدرنا ان احنا نرش رش في ميعاده المظبوط، نقدر نسمد التسميد المظبوط ان الشجره تنتج، لكن خلاف ذلك ان المناخ ما لناش ذنب فيه. بالنسبه لمقاومه التغيرات الجو بالنسبه للاصناف الاجنبيه بيكون الارتفاع بتاعها مش عالي، فبيتم عمل صوب للتغطيه من درجه الحراره المرتفعه وتحميها برضو من درجة البرودة الشديدة، وده بيكون برضو بيخفض معانا في نسبة رش المبيدات على أساس إن الإنتاج يبقى فيه للتصدير بالمواصفات المطلوبة. وبالنسبة للأصناف المحلية بيكون ارتفاعها أعلى شوية، فإحنا بنعمل فيها ممرات بالتقليم لدخول الشمس والهواء. احنا بدأنا نزرع انواع اجنبيه تبقى تتناسب مع المناخ حاليا، وبنبدا مثلا زي الكريمسون والاوستون والتومي والنعومي والهايدي والياسمينه، كل الانواع دي بتمشي مع المناخ حاليا، بتستعمل مع الحراره ودرجه البروده الشديده، وبنزرع بردك معاها بردك نفس بردك السكري والمحلي والزبده والعويسي بردك عشان عمليه التلقيح، وتبقى نفس الوقت ايه، تبقى قدره يعني بتعمل ذروه من الرياح والأتربة وزي كده.